استقطب اليهود ودخلهم في الإسلام بهذيك المسألة ديال المسألة اللي هي حقانية، والأمور الحقانية والأمور الربانية. سيد أخي الأولين والآخرين كان ذراع ديالو مرهون عند يهودي، سيد نجاوبك الأولين والآخرين كان جاره يهودي وكان يحسن إليه. كيفاش خليني أنتم جاوب خليتوا هذه المبادئ الحسنة كلها؟ خليني جاوب خليني جاوب لا بلا، خليني مازال ما جاوب كملتش، مازال ما كملتش، مازال ما كملتش، تنكمل وخذ اطرح الكلمة الناس وجاوبني. اطرح الناس سؤال أنا سيدي اطرح شوف الناس أنا سؤال لا اسمعني، لا أنا من نكمل، أنا من نكمل غير جاوبني على السؤال ديالي. واش كتخافوا من إسرائيل أو لا أنتم كيخصكم تسيئوا للمغرب؟ راه إذا كان شي واحد اللي خصو يسكت، اللي خص شي واحد اللي خصو يخجل، إذا كان شي واحد اللي خصو يخشي راسه في الأرض، راه هو الشعب الجزائري. عرفتي علاش؟ صح حيت النظام ديالك كيسيء ليك بأموالك وكيخسر السمعة ديالك بأموالك. لو كنت راجل وجيتي في حل، كنت تجي ضد النظام وتقول له المغاربة خوتنا واليهود لقاو حل. كيفاش النظام ديالك كيقول حل الدولتين؟ شنو هو حل الدولتين؟ وهما اليهود والفلسطينيين، يعني إسرائيل وفلسطين، وأنت جاوبك كتعادي المغرب. النظام كيقول حل الدولتين بمعنى، بمعنى فلسطين دولة وإسرائيل دولة وعاصمتها القدس. شكون هذا اللي ما كي شكون هذا اللي ما كيتكلمش كيقول فلسطين عاصمتها القدس؟ شكون ما تيقولهاش؟ هذا القدس في دم كل عربي ومسلم. ولكن النظام ديالك كيضحك عليك، كيضحك عليك بمعنى الكلمة، وكيستغبيك وكيستحمرك. علاش؟ واسمح لي على هذه العبارة الأخرى، لأنه ما نقبلش، انا ما نقبلش مالك ديالي، مالك ما نقبلش يقولها الكلام هذا، مالك ما نقبلش منه ان يقول لي، حل الدولتين. ولكن عادي خويا اللي جاري، كيفاش؟ اوريني كيفاش. خالتي الجزائريين ربي يسمحوا لي رد عليه برك. اولا 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 انت قلت لي على واحد وما حبيت تسيئوا للمغرب، كي عاد دوله اسرائيل جات للمغرب. المغرب اولا خيتو ما تقولوا نحن اخوه، نحن اشقاء.